الطاهر ودفنوه في الكنيسة. وقيل أن عمر ماري مرقس في ذلك الوقت كان حوالي 58 سنة. رأس ماري مرقس ما زالت موجودة في كنيسة ماري مرقس اللي هي البطرخانة في اسكندرية. أما جسده وهي مش محفوظة كده، يعني المكان موجود فيه، اللي يقولوا المكان موجود فيه الرأس، يعني مش الرأس محفوظة في صندوق يعني يورا. أما الجسد فقد سرقه إلى البندقية بعض البحارة أو بعض التجار في أوائل القرن التاسع الميلادي. بالإضافة إلى كرازة ماري مرقس، فمن ضمن الأمور المنسوبة إليه أنه وضع القداس الإلهي الذي كان يصلى به في مصر، وهو نفس القداس اللي اسمه القداس الكيرولوس، وضعه باللغة اليونانية ثم ترجم إلى القبطية، وظل يلقن شفاها بواسطة خلفائه والكهنة لغاية سنة 330 ميلادية. بابا كيرولوس البطريرك 24 المعروف باسم عمود الدين أعاد كتابته وأضاف إليه بعض الصلوات، ومن ثم فقد نسب إليه وعرف باسم القداس الكيرولوس. من ضمن الحاجات الهامة جدا والتي تدل على عمل روح الله في ماري مرقس وعلى عبقرية هذا الإنسان هو تأسيس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذي كتب لها لعدة قرون بعد ذلك أن تظل أكبر معهد لاهوتي في العالم المسيحي كله شرقا وغربا. كيف ولماذا فكر ماري مرقس في تأسيس وإنشاء هذه المدرسة اللاهوتية؟ سبق أن قلنا يا أحبائي أن مدينة الإسكندرية كانت هي المدينة الأولى للثقافة في العالم، وكان في مكتبة جبارة، كانت أكبر مكتبة في العالم كله أيضا. كانت هذه المكتبة تزخر بالوافدين إليها من العلماء والفلاسفة وطلاب العلم، لا من العالم اليوناني فحسب بل من كل أنحاء العالم. من ذلك كله حدث لون من الامتزاج الفكري نتجت عنه اتجاهات فلسفية جديدة، بل حدثت محاولة للتوفيق بين الأديان كما سبق أن أشرت. حتى اليهود المعروف عنهم شدة تحفظهم وانطوائهم واحتفاظهم بتقاليدهم الدينية عملوا على التقريب بين ديانتهم اليهودية والفلسفات المعاصرة في ذلك الوقت، فكتب أرسطوفولوس في القرن الثاني قبل الميلاد تفسيرا للتوراة راعى فيه التوفيق بين تعاليمها، تعاليم التوراة والفلسفات المعاصرة، بل قال إن فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو تأثروا بكتابات موسى النبي واعتمدوا عليها فيما كتب. والفيلسوف الشهير فيلو الإسكندري في القرن الأول الميلادي حاول هو الآخر التوفيق بين العقل والوحي، بين الفلسفة والكتاب المقدس العهد القديم، وكان في ذلك متأثرا بالفلسفة الأفلاطونية. لكن محاولات التقريب هذه لم تنجح، بل أضافت إلى الأفكار المتضاربة أفكارا جديدة ولم تستطع أن تصل بالناس إلى الحق الواحد، وظل العقل البشري حائرا يتساءل أين توجد الحقيقة. وسط هذا الجو الملبد بالطيارات الفكرية المختلفة ظهرت المسيحية، وما لبثت كما قلت لكم أن انتشرت
في مصر في فترة وجيزة، وكان عليها أي المسيحية لكي تبقى أن تصمد أمام اضطهاد الحكام وتتصارع مع كل الأديان والفلسفات. وكانت المفارقة العجيبة في الإسكندرية، فلقد اتخذ كل فريق أسلحة الآخر ليحاربه بها. هكذا درس المسيحيون الفلسفة للرد على الفلاسفة الوثنيين، ودرس الوثنيون الكتاب المقدس لمهاجمة المسيحيين. إنما النتيجة كانت غير متعادلة، كثير من اللي درس الكتاب المقدس ليفلدوه وليحارب المسيحية اصطادهم الكتاب المقدس بشبابه. عندنا أثيناغور، وعندنا فانتين، وعندنا إكليمنطوس الإسكندري، كلهم وثنيين درسوا الكتاب المقدس ليهاجموا المسيحية، ولكن المسيحية جذبتهم وبقوا من أعظم المدافعين عن المسيحية، بل من أعظم قادة الفكر اللاهوتي المسيحي في تلك العصور. حاول أعداء المسيحية أن يؤلفوا كتبا على نسخ الإنجيل، يعملوا إيه في المسيحية؟ يعني بتكتسح حاجة غريبة لجأوا إليها، إنهم يعملوا حاجة زي الأناجيل ليها أبطال، وحاولوا أن يخلعوا على هؤلاء الأبطال ما كان يتحلى به المسيح، يعني يعملوا مسيح جديد بس مش هو المسيح ده. وكان هدفهم من ذلك اختلاط المسيحية بالأساطير، أو أن تأخذ هذه الأساطير مكان المسيحية. هذا الصراع بين الفلسفة والدين، أو بين العقل والإيمان، الإيمان الذي يسلم بالمعجزات وبما هو فوق العقل، كان من نتائجه ظهور ما عرف باسم الفلسفة الغنوسية، وكلمة الغنوسية يعني المعرفة باليونانية، ظهور الفلسفة الغنوسية والأفلاطونية المحبسة. باتت الحاجة ماسة إلى مصدر للتعليم الدين المسيحي، عشان يعمل حاجتين، حاجة سلبية وحاجة إيجابية. حاجة سلبية يستطيع أن يصد هجمات أعداء المسيحية، وحاجة إيجابية لكي يلقن الراغبين في اعتناق المسيحية مبادئ الإيمان المسيحي، كما أن عليهم واجب آخر هو تدعيم هذا الإيمان في المسيحيين أيضا. ومن هنا فكر ماري ماركوس في إنشاء مدرسة عليا تزود الكنيسة بقادة الفكر، وتقدم للمسيحيين المعرفة الكافية التي تمكنهم من الرد على خصومهم. وهكذا ظهرت إلى عالم الوجود مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. عهد ماري ماركوس بإدارة هذه المدرسة إلى عالم اسمه يوسف، بعد كده بقى بطرك على الإسكندرية، البطرك السادس، على أن شهرة هذه المدرسة في الحقيقة لم تظهر بوضوح إلا في القرنين الثاني والثالث الميلاديين، على يد مديريها الفلاسفة المشهورين فانتينوس وإكليمنطوس وأوريجينوس وديوناسيوس، الذي صار البطريرك نمرة 14 بين البطرك، وديديموس الضرير الذي كان مديرا للإكليريكية أو المدرسة اللاهوتية، وكان معاصرا للبابا أثناس. طلب من العملاق إيرونيموس أو جيروم العملاق، طلب منه أسقف روما في ذلك الوقت أنه يكتب له حاجة كتاب عن الروح القدس، فكتب له، قال له أنا لم أجد أفضل مما كتبه ديديموس الضرير مدير المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية عن لاهوت الروح، فترجم له كتابه كتاب. والقديس أنطونيوس يقول لديديموس
الضرير لا تحزن يا صديقي، أنك حرمت من عينين يشترك معك فيهما الحيوانات، ولكن افرح لأنك منحت نظرا تستطيع أن تعاين به اللاهوت. هذه كانت العينة لأولئك الذين تبوأوا إدارة هذه المدرسة اللاهوتية في ذلك الوقت. لم تكن مدرسة الإسكندرية هي المدرسة اللاهوتية الوحيدة في العالم المسيحي، لكن كانت هناك مدارس كثيرة، لكن لم تستطع ولا واحدة من هذه المدارس أن تصل إلى ما بلغته مدرسة الإسكندرية من امتداد لنفوذها في العالم المسيحي. من يريد أن يتزود بالمعرفة الدينية اللاهوتية كان يأتي إلى مدرسة الإسكندرية، ومن هنا استمد بطاركة الإسكندرية المكانة الممتازة في العالم المسيحي، لأن كثيرين من الذين تبوأوا رئاسة كنائس كثيرة خارج مصر كانوا تلاميذ لهؤلاء البطاركة الذين قبل ذلك كانوا مديرين للمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية. عدد لا يحصى من أباء الكنيسة الكبار درسوا في هذه المدرسة. كان مدير المدرسة يعتبر الشخصية الثانية بعد البابا البطريرك، بل كثيرا ما اختير بطاركة في الإسكندرية من بين مدير هذه المدرسة اللاهوتية. أذكر كده كم اسم بس، مش هقدر أتكلم، من مشاهير علماء مدرسة الإسكندرية: الفيلسوف أثيناغورس، وهو أحد المدافعين المسيحيين الذي كتب دفاعا عن المسيحية قبيل سنة 180 ميلادية وقدمه للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس. ومن مدير الإكليريكية فانتيرو الذي أوفته البابا ديمتريوس الكرام البصرة 12 إلى الهند لتبشيرها بالمسيحية سنة 190 ميلادية. وفي طريق عودته من الهند عرج على بلاد الحبشة وبلاد العرب وبشر أهلها أيضا. وإلى فانتيرو يعزى أنه هو الذي استعار الأبجدية اليونانية ليجعلها للغة المصرية القديمة، لأن اللغة المصرية القديمة كانت لغة تصويرية بيصوروها كده بالرسومات، وإن كان هناك رأي آخر في هذا الموضوع أيضا. إكليمندوس الإسكندري، وهو واضع السياسة التعليمية الجريئة التي سارت عليها مدرسة الإسكندرية اللاهوتية في كل عصورها، وكان مع أثيناغورس وقمتينوس كما قلت لكم فلاسفة وثنيون تعمقوا في الفلسفة اليونانية ثم درسوا المسيحية ليفندوها، غير أنهم ما لبثوا أن آمنوا بها ودافعوا عنها، وانتهى بهم الأمر إلى أن يصبحوا مديرين للمدرسة اللاهوتية المسيحية. أوريجينوس الذي خلف كليمنوس في إدارة مدرسة الإسكندرية، تلك العقلية القبطية الخطيبة التي لم تنجب الكنيسة المسيحية في كل تاريخها على مدى 20 قرنا من الزمان عقلية مثل عقلية أوريجينوس. ذلك الرجل الذي قدم خدمة جليلة للكتاب المقدس، والذي يقول أحد تلاميذه فيما بعد أنه ليس للإنسان من العمر ما يمكنه من قراءة جميع مؤلفات أوريجينوس. كل واحد من دول يحتاج إلى موضوع مستقل عشان نتكلم فيه، ولكنها مجرد إشارة لكي نعي بشخصيات تلك الفترة. أما عن مشاهير الذين خلفوا ماري ماركوس على الكرسي، طبعا كلهم قديسين وكلهم عملوا وكلهم جاهدوا في نشر هذه الرسالة، لكن نتكلم عن شخصيتين: ديمتريوس الكرام البطريرك 12، وكان أميا وأتى إلى الكرسي البطريرك بطريقة معجزية. البطرك اللي قبله سلفه يوليانوس البطرك 11 شاف رؤية في الليل اللي حيجي لك بكرة عن أود عنب، يبقى هو ده البطرك اللي بعد منه. وكان ديمتريوس
كما يدل عليه اسمه جلوس الكرام بشاره الكرم في العنب، كان يشذب العنب بيألمه، والعنب لما يتألم يعني معنى كده بيبقى زي الحصبه ما فيهوش اي اثر للحياه. والعجيب انه يلاقي عنقود كبير عنب مدلدل في وسط الحصب ده. وكما تنص قوانين الكنيسه ان الباكوره تقدم للاسقف، فذهب وحمل العنقود وذهب الى البطريرك ليقدمه له، وكان طريق الفراش، فقال لمن حوله امسكوا الراجل ده، هو ده اللي هيبقى البطر بتاعه، انا شفت كذا وكذا وكذا. حاول ان يعتذر بحجتين، قال لهم انا جاهل ما اعرفش حاجه. حاجه ثانيه قال لهم انا متجوز. وحقيقه زواجه انه كان يعيش مع زوجته بتولا كما يعيش الاخ مع اخته. وسوف نعود في الاسبوع القادم للكلام على نقطه العشق والبتوليه في الكنيسه في ذلك العصر. قعد 48 سنة عايشين مع بعض. ويقول قصة ذلك الرجل أن ملاكا كان يظلله هو وزوجته فيما هما نائمان. وعلى الرغم من أن الراجل ده جاهل الكرسي البطريركي بمعجزة حكاية الرؤية والعنقود العنب، ولكن الشعب كان قد ألف أن المتبتلين هم الذين يشغلون هذه المناصب الكنسية، فقعدوا يتقمقموا عليه. وإذا بملاك الرب قال له أنت هتفضل تعثر الناس إمتى؟ ويقول لهم على الحقيقة. ففي نهاية الإداء يوم أحد جاب مراته الإزار بتاعها أو الطرحة بتاعتها، مسك الفحم بتاع الشرية حطه فيها الفحم الوالع وحطه في كمه أو في البلين بتاعه ومشي. النار ما بتحرقش. وبعدين أعلن لهم هذا الخبر وقال لهم إن الذي استطاع أن لا يخضع لنار الشهوة الطبيعية طبيعة الجسد فإن هذه النار لا كانت معجزة. وانكشف الأمر. ابتدى من بعد ما بقى بطرك إنه يحاول يتعلم لأنه رجل أمي، فكان يجيب أستاذ عشان يعلمه. وهو طبعا بطول بطرك يقعد على الكرسي، والراجل دخل من حيائه كان يقعد تحت رجليه فما كانش بيفهم. وإذا الله يعلن له قال له عمرك ما هتفهم طول ما أنت قاعد على الكرسي ومقعده تحت رجليه، لازم تقعد أنت تحت رجليه وتقعده على الكرسي. أما بولس يقول أنا تأدبت تحت قدمي غمال إيه المعلم الناموس. ومن الوقت ده ابتدى بقى ربنا نور عقله وابتدى إن هو يفهم. من أهم الحاجات اللي بتنسب لهذا البصر الأمي، الأمي بحسب مقاييس الناس، والممتلئ بروح الله بحسب المقاييس الإلهية، أنه واضع نظام الحساب اللي ماشيين عليه إحنا في الأعياد والأصوام في كنيستنا، ومش بس في كنيستنا، في العالم المسيحي في ذلك الوقت. كانت هناك مشكلة مفروحة. عيد القيامة يعيدون أنت، دي مشكلة أخذت جدل كبير جدا في الوقت ده. وكان هناك رأي انقسمت الكنائس، قال يعني مثلا زي ما يجي عيد الميلاد في أي يوم يبقى هو اليوم ده، يجي حد يجي اثنين يجي ثلاثة يجي جمعة هو ده. كنائس ثانية كان يقول لا، عيد القيامة لازم يأتي يوم أحد ويأتي بعد الفصح اليهودي. وفضل النقاش محتدم الى ان عقد المجمع المسؤول الاول في نجدة سنة 625 وحسم المجمع هذه المشكلة ان احنا نعيد يوم الاحد التالي للفصح اليهودي. وقالوا ان بطرك الاسكندرية هو الذي يخطر بطاركة العالم واساقفة العالم المسيحي شرقا وغربا بميعاد عيد الفصح. كل اللي عمل الحكاية لهذا الرجل ديمتريوس الكرام، وده حساب معقد. انا اعترف لكم ان انا ما فهمتش في حاجه. انا ببص للنتائج، النتيجه مكتوب ان العيد السنه دي كذا، انما طريقه الحساب طريقه معقده.
الشخصية الثانية شخصية البطريرك ديونيسيوس البطرخ 14، وكان شخصية لاهوتية. نشأ هذا الرجل وثنيا طابئيا من جماعة الطابئة اللي بيعبدوا الكواكب. وفي يوم من الأيام وهو شاب اشترى من واحدة ست عجوزة بعض كتب، طبعا كتب مخطوطة، وكانت عبارة عن بعض رسائل بولس الرسول. فأعجب بها وراح لها تاني، قال لها أنا عاوز تاني من الحاجات دي، أنا انبسطت بالحاجات دي. قالت إذا كنت عاوز تعالى نوديه، وديته الكنيسة. وهناك اتصل بشمات الكنيسة، أطلعوا على الكتاب المقدس كله من كتب الوحي، فتفتح ذهنه على كلام الوحي الإلهي، وكان متوقف الذكاء، وقاده هذا إلى الإيمان بالمسيح، ونال نعمة العماد من يد البطريرك البابا ديمتريوس. والتحق بالمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، وصار تلميذا للعالم العملاق أوريجين. ولما غادر أوريجين سويسرا لأسباب معينة إلى بلاد فلسطين، وافتتح هناك مدرسة، أسند البابا إدارة المدرسة الإفريقية إلى ديونيسيوس، فصار هو مديره. في مدة الاضطهاد بتاع الإمبراطور ديسيوس حوالي منتصف القرن الثالث، كان اضطهاد مروع، قبضوا على البطريرك ديونيسيوس، ولكنه تمكن من الهرب. ليس ضعفا، لأن لي رسالة بيرد فيها على الحاجات دي، وكان بودي أن أقرأ لكم بعض الفقرات، إنما الوقت لا يسمح في هذا المساء. إنما ربنا زي ما عمل مع كبريانوس أسقف قرطاجنة، استقطاهم ربنا عشان يقدروا يحافظوا على القطيع المسيح. وما أن زال شبح الاضطهاد حتى خرج من مخبئه وبدأ يفتقد الإبرشيات، وفي الفيوم، وكان اسمه إقليم أرسنوي، لقى الأسقف بتاعها كان اسمه نيبوس، أنه وقع في بدعة أو هرطقة هي حكاية الملك الألفي للمسيح، الكلام اللي بيقولوه البلاميس وبعض البروتستانت، أن المسيح سيأتي ويملك ملكا دنيويا ويبقى لمدة 1000 سنة ويبقى سلام. وطبعا هذا الرأي رأي خاطئ، هذه هرطقة ونحن لا نقبلها. فنحن الآن في مدة الملك الألفي. وعقد البابا مجمعا عليه في الفيوم، قعد 3 أيام مجتمع، ولكن الأسقف رجع إلى رأيه وانتصح وأعلن توبته جهارا، وقبض عليه على البابا ديونيسيوس في اضطهاد ثاني في مدة فاليريان. وفي هذا الاضطهاد حاولوا أن يجحد المسيح، ولكنه ظل ثابتا، ورأوا أن إقصاءه ونفيه هو خير وسيلة لكي لا يكون عنصر تشجيع لرعيته، فنفوه إلى إحدى جهات ليبيا. وبعد زوال الاضطهاد عاد إلى مقر كرسيه، وكرس جهده لمقاومة تعاليم الهرطقة، وله كتابات كثيرة. وقد سجل مثبت المؤرخ في هذا التاريخ بعض كتاباته التي كتبها. كان بودي أن أتكلم عن قطاع مهم في الفترة دي، هو قطاع الشهداء، لكن لعلكم سمعتم عنه مني أكثر من مرة. أختم كلامي بالكلام عن العبادة في الكنيسة في تلك الفترة المباركة، ودي مسألة في غاية الأهمية. الجزء ده في غاية الغموض ويحتاج إلى دراسة كبيرة. أنا هكلمكم عن عنصر واحد في العبادة، هو الألحان، الألحان الكنزية. تدل الصور المنقوشة على جدران المعابد والمقابر، والآلات الموسيقية التي عثر عليها في مصر، على أن الشعب المصري منذ القديم يميل بطبعه إلى الغناء والموسيقى،
ويستخدمها في المناسبات المختلفة وفي الاحتفالات والمراسيم الدينية. وقد ذكر الفيلسوف اليهودي الإسكندري فيلو الذي أشرت إليه قبل ذلك، وده عايش كان في القرن الأول الميلادي، أن الجماعة الأولى من المسيحيين المصريين اقتبست ألحانا لعبادتها الجديدة من الأنغام المصرية القديمة. وليس أدل على أن في الألحان المتخذة من الألحان القديمة أن في الألحان ما زالت بتحمل أسماء مدن مصرية قديمة انتهت، زي اللحن السنجاري واللحن الأدريبي، أدريب الحزينة. أما السنجاري نسبة إلى بلدة سنجار كانت شمال محافظة الغربية، عرفت في عهد رمسيس الثاني، وكانت تحيط بها في العصر القبطي أديرة كثيرة. أما اللحن الأدريبي فهو نسبة إلى أتريب، مش اللي هي بلها، في أتريب جنب أخميم جنب دير الأنبشنورة دير الأبيض، وهناك بالنطق الصعيدي التاه ينطقوها دال، ما يقولوش شنوتي يقولوا شنودة، ما يقولوش أتريب يقولوا أدريب. ولذلك اللحن حتى الآن في كتب الألحان اسمه اللحن الأدريبي. اكتشفت بردية بتعرف باسم بردية أوكسرينكوس، أوكسرينكوس اللي هي البهنة جنب بني مزار. هذه البردية ترجع للقرن الثاني الميلادي، الثاني من الاثنين، وجدوا فيها لحنا كنفيا موقعا على إشارات موسيقية. ويعتبر اللحن ده أقدم لحن مسيحي في العالم من القرن الثاني، مدون على نوتة. أما ترجمة هذا اللحن فحتى يعني فيه مش بس مجرد أنه لحن، فيه ناحية لاهوتية عقيدية. بيقول إيه اللحن ده؟ بيقول كل خلائق الله العظيمة لا يمكن أن تقف صامتة، ولا النجوم الحاملة للأنوار يمكن أيضا أن تتوارى، كل الأمواج التي تعج بها الأنهار تسبح الآب والابن والروح القدس، وكافة القوات تشترك معها، آمين آمين. الحكم والسبح والتمجيد للواحد الواحد كل صلاح، آمين آمين. اللحن ده كان معمول على نوتة، نوتة موسيقية، وتعتبر الكنيسة القبطية هي أسبق كنائس العالم كله والشعوب المسيحية في ان في لحن مكتوب على نوتة من القرن الثاني المسيحي، وده يظهر قدم الالحان الكنسية. وانا شخصيا اعتقد ان اقدم الحان في الكنيسة القبطية هي الالحان الجنائزية او الالحان بتاعة اسبوع البسمة، لان التراث الجنائزي عند المصريين القدماء كان تراثا عجيبا. أعتقد أننا نتوقف يا أحبائي عند هذا القدر، ونكون قد أخذنا فكرة مبسطة ولمحة سريعة عن 250 سنة الأولى من تاريخ الكنيسة القبطية، كنيسة مصر التي نباهي بانتمائنا إليها وبعضويتنا فيها. المرة الجاية هنمسك قطاع آخر من القطاعات في تاريخ هذه الكنيسة. أنا أعتذر عن التأخير في إنما دي حاجة من سنة لسنة. تحدثنا في المرة الماضية عن موضوع خجر المسيحية والدماء الزكية، ووصلنا من الناحية التاريخية إلى أوائل القرن الرابع الميلادي في تاريخ
كنيستنا القبطية الفترة التي تحدثنا عنها في المرة الماضية تناولت الفترة من تأسيس الكنيسة نحو منتصف القرن الأول الميلادي على يد ماري مرقس حتى سنة 313 ميلادية، وهي السنة التي أصدر فيها الملك قسطنطين الكبير منشوره الذي عرف باسم منشور التسامح الديني، والذي فيه أباح للمسيحيين وللكنيسة المسيحية أن تمارس نشاطها في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، شأنها في ذلك شأن باقي الديانات الوثنية القديمة والديانة اليهودية التي كانت تعترف بها الدولة. بعد هذا المنشور توقف سيل الدماء، دماء شهداء المسيحية التي طالما سفكت على أيدي الحكام الرومان الوثنيين. واليوم نتابع حديثنا عن تاريخ الكنيسة القبطية، ولكن يتعلق بفترة لاحقة للفترة الأولى. نتكلم عما أسميناه أباء البرية وصوت الحق في المجامع المسكونية، ونحن في موضوع اليوم نتحدث عن تاريخ 140 سنة تقريبا من تاريخ الكنيسة القبطية، ونستعرض أهم ظاهرتين في تاريخها في تلك الفترة، وهما الحياة الرهبانية وموضوع المجامع المسكونية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، الحياة الرهبانية والحياة الدائرية في مصر، نقول أنه لا يمكن أن تقوم دراسة للكنيسة القبطية دون التعرض لموضوع الرهبنة ودراسته. فالرهبنة في الكنيسة القبطية تعتبر الخلفية الحية المحركة لكل أحداثها وامتدادها وتطورها منذ القرن الرابع الميلادي فصاعدا. لكن ما هي الدوافع لقيام هذه الحياة الجديدة وانتشارها ثم ازدهارها؟ ما هي الدوافع لقيام هذه الحياة الجديدة، حياة الرهبنة وانتشارها ثم ازدهارها؟ هذا يدعونا إلى الكلام عن الفكرة النسكية، فكرة النسك. النسك دي كلمة إبي نيسوك، وتشمل الزهد في العالم وكل أنواع التي تتعلق بإماتات الجسد، من صوم ومطنيات وتقشف وكل الممارسات الروحية التي تتصل بهذه الأمور. فكرة النسك بالمفهوم ده هو الزهد في العالم، الأصوام الكثيرة والصلوات المستطيلة. النسك بهذا المفهوم لم يكن ظاهرة جديدة أتت بها المسيحية كديانة، لكن كثيرا من الشعوب الوثنية خاصة
شعوب الشرق القديم في بلاد الهند وجنوب شرق آسيا عرفت النطق، وما زال هذا الأمر قائما في تلك البلاد، كما ظهرت اتجاهات نسكية بين بعض فئات اليهود الذين عرفوا باسم الأثينيين. والأثينيون هم جماعة ظهروا في القرن الأول قبل الميلاد واستمروا في القرن الأول، وغالبا ما انتهى أمرهم بخراب أورشليم ودمار الهيكل اليهودي في سنة 70 ميلادية. ونحن لدينا فكرة كبيرة عن الأثينيين من الاكتشافات الأخيرة التي بدأت منذ 1947 فصاعدا. اكتشفوا مخطوطات وحاجات لا تقدر قيمتها بثمن. أقدم مخطوط في العالم كله لسفر أشعياء النبي كاملا وجد بين مخلفات تلك الجماعة بالقرب من ضفاف البحر الميت. ومن ضمن هذه المخلفات قانون الجماعة نفسه اللي كانوا ماشيين عليه. ولذلك فنحن لدينا مادة طيبة ونستطيع أن نعرف الكثير عن تلك الجماعة. كان هؤلاء اليهود الذين كانوا قبيل المسيحية والذي عاصروا فيها السيد المسيح وحياة الكنيسة الأولى كانوا يمارسون أنواعا من النسك، كما ظهر النسك أيضا بين المصريين، وسوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل. وددت أن أقول أن فكرة النسك ليست فكرة جديدة على الإنسان كإنسان، لكن النسك المسيحي في فلسفته وفي أهدافه وفي ممارساته وأسلوبه لم ينحدر عن أي نظام نسكي آخر سبقه. ويهمنا النقطة بتاعت مصر. ليه؟ لأن الرهبنة كنظام في داخل الكنيسة المسيحية عرف أول ما عرف في مصر، ومن مصر انتقل إلى بلاد العالم الأخرى. وعلى ذلك نستطيع أن نقول كما يجمع جميع المؤرخين بلا استثناء أن الرهبنة المسيحية كان مهدها في مصر، ومنها انتشرت إلى بقاع أخرى في العالم. وإذا كانت الرهبنة قد عرفت في مصر قبل غيرها، لذا نتوقف قليلا لنعرف شيئا عن النسك المصري القديم في ظل الوثنية. الدارسون وعلماء الديانات القديمة، دارسون للديانة المصرية القديمة، يلاحظون وجود آثار نسكية لها. في عندنا حاجة يعني مهمة جدا اسمها كتاب الموت. كتاب الموت في 3 مجلدات، نستطيع أن نلمس من هذا الكتاب وجود آثار نسكية في الديانة المصرية القديمة. فمثلا في الفصل 64 و137 ألف من هذا الكتاب، كتاب الموتى، يقول:
في الموضعين دول. هذا الفصل يقرأه رجل طاهر ونقي لا يكون قد أكل لحم الحيوانات أو الأسماك ولم يتزوج بامرأة، ويذكر بلوتارخ الذي كان له دراية كبيرة بالديانة المصرية القديمة يذكر عن عبادة إيزيس وأوزيريس في القرن الأول الميلادي أن رفض الملاذ الحسية كان ضروريا للوصول إلى المعرفة الروحية العالية، كما امتدح الكهنة المصريين الذين كانوا يشربون الماء وامتنعوا عن أكل لحوم الخراف والخنازير والأسماك. من كل ذلك يتضح يا أحبائي ده فيها نوع من النسك، واحد ما بيأكلش لحمة، ما بيأكلش سمك، ما بيأكلش ما بيتزوجش، دي يعني تشير إلى أن كان فيه نوع من النسك عارفه قدماء المصريين ولم تكن الرهبنة المسيحية هي البادئة بهذا الاتجاه. ويقول العلماء أن النسك لم يكن قاصرا على الكهنة المصريين في العبادة الوثنية القديمة، لكن الإنسان العادي أيضا عرف النسك طريقه إلى قلبه. معنى الكلام ده أن الاستعداد عند المصري القديم كان موجود، والنزعة والميل إلى التنسك كان موجودا، وهذا بلا شك مهد لظهور الرهبنة في مصر قبل غيرها من أبصار العالم وأقاليمه. ننتقل للكلام على نقطة أخرى ونسأل لماذا الرهبنة ولماذا البرية؟ ليه الناس اللي حبوا يسلكوا هذا الطريق لماذا قصدوا البرية؟ ونحن نجيب على هذا التساؤل ونقول أنه منذ الأجيال الأولى للمسيحية وبعض الناس يمارسون حياة النسك بطريقتهم الخاصة، وبعد شوية هنشوف أن بعض مبادئ النسك هذه ليست من صنع البشر ولكنها مبادئ الإنجيل المقدس، سوف نرى هذا واضحا. فحياة النسك كانت معروفة على المستوى الفردي بين بعض الأفراد، لكن ظهور الرهبنة كنظام جماعي بدأ يأخذ وضعه بعد انتهاء عصر الاستشهاد. ظهور الرهبنة كنظام جماعي وتجمعات كبيرة بدأ يظهر بعد انتهاء عصر الاستشهاد. هذا الأمر دعا بعض العلماء أن يقولوا أن الرهبنة هي امتداد لعصر الاستشهاد. الاستشهاد كانوا الناس بيظهروا محبتهم لربنا ببذل حياتهم وبسفك دمائهم، وبعدين الاستشهاد بطل والاضطهاد بطل، وسيف الاضطهاد رفع عن أعناق العباد والبشر المسيحيين، وكانت هذه وسيلة جديدة لأن يظهر المسيحيون محبتهم لله بطريقة أخرى هي طريقة إماتة وطريقة استشهاد ولكن بدون سفك دم. والحقيقة أن كثيرين جدا من آباء الرهبنة الكبار أظهروا إماتات عجيبة بعد أن هجروا العالم واعتزلوا في البراري والقصار والجبال
لأنهم وجدوا في حياة الرهبنة مجالا لإظهار محبتهم لله. كانوا بالاستشهاد والتألم لأجل المسيح يظهرون محبتهم له، فرأوا في النسك وقمع شهوات الجسد وهجر العالم حبا في المسيح وخلاص أنفسهم وسيلة أخرى لإظهار مشاعرهم نحو مخلصهم. وكانت فرصة ذهبية لأن يعيشوا حياة الكمال المسيحي كما يحق لإنجيل المسيح. واسمحوا لي أن أقول لكم الآن، يعني ألفت النظر إلى شيء قبل أن ندخل في الموضوع. نقرأ في الإنجيل المقدس عن شاب أركض نحو المسيح، جري وسأله قائلا: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ أعمل إيه؟ قال له: احفظ الوصايا. قال له: أية وصايا؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بزور. قال له: أيوة. قال له: هذه كلها حفظتها منذ حداثة، فماذا يعوزني بعد؟ فقال له المسيح: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. الأول يقول له: أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ قال له: احفظ الوصايا، احفظ فعل أمر، احفظ الوصايا. قال له: أنا انتهيت من الجزء ده، أعمل إيه تاني؟ المسيح ما قالوش اذهب وبع، إنما قبل ما يقول له اذهب وبع قال له: إن أردت أن تكون كاملا، إذا حبيت، لأن الطريق الثاني طريق أردت أن تكون كاملا، وهنا مجال وميدان من أجل بلوغ حياة الكمال المسيحي التي يصبو إليها كل مؤمن في الدين. إن أردت، طريق مش إجبار. بعض الناس من أعداء الرهبنة يقولوا إن الناس اللي لجأوا للصحارى كان في بادئ الأمر ناس هربانين من الاضطهاد، وبعد كده قعدوا. ومعنى ذلك أن الدافع لأولئك الناس كان هو الهرب من الاضطهاد، لكن الكلام ده مش صح. والدليل على ذلك أن العصر الذهبي للرهبنة بدأ بعد انتهاء سيل الدماء والاستشهاد، وبعد ما المسيحية أخذت الحرية أنها تمارس أنشطتها. فلو أن الاتجاه للبراري والقطار والصحارى والجبال كان هروب من الاضطهاد ومن الموت، كان بمجرد ما يزول الاضطهاد كل ده يرجع تاني. هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. أنا لا أنكر أن بعض الناس في زمن الاستشهاد هربوا، على أن هؤلاء الناس اللي هربوا برضو ما همش وحشين، لهم درجة من الجهاد. إنسان مش قادر ينكر المسيح، ولكن ليس لديه الجرأة الكافية أن يواجه الموت وسخم لوسخ، لا قادر يقابل العذاب والحاجات دي، ولا قادر ينكر المسيح، إن قواه الطبيعية ما بتساعدوش على كده فهرب. دي درجة روحية، لأنه لو استنى كان
بالنسبة لمؤهلاته وقواه هينكر المسيح، وهذا ما يأباه. ماذا في البرية يا أحبائي؟ ماذا في البرية؟ حاجة فوق العقل، فوق العقل وفوق الوصف. ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من العلم والمعرفة والدراية والدراسة أن يصف صحارى مصر، ومصر أكثر من ثلاث أرباعها صحارى، أن يصف صحارى مصر في هذه الفترة التي نتحدث عنها. إذا كان دلوقتي بنتكلم عن تعمير الصحارى، تعميرها من ناحية استصلاح الأراضي، إنما آباءنا في تلك الفترة المبكرة عمروا الصحارى بطريقة أخرى، تحولت إلى مدن سماوية. الناس السائحين اللي وفدوا على بلادنا قالوا ان صوت التسبيح والترتيل ما كانش ينقطع من اذن الانسان المسافر من اسوان الى اسكندريه. الاماكن متقاربه، اماكن التجمعات بتاعه العباده. هكذا تحولت البراري والقطار والصحارى في مصر الى عناصر جذب مثيرة، وبدأت هجرة كبيرة من العالم إليها، الأمر الذي أثار دهشة كبيرة. ويقول أحد العلماء المستشرقين يقول: ولما رسخت قدم المسيحية ظهرت بين المسيحيين الدعوة إلى النسك، وتجلت فضائل العيشة المنعزلة عن العالم طلبا في الكمال بأجل مظاهره، واقتحم النساك الطرق الوعرة إلى البراري، وانكشفت الكهوف والمغاير وشقوق الجبال، وهرع عدد وفير من الأبرار إلى الصحارى، وهجروا طوعا المدن والقرى العامرة، وودعوا الأهل والأقارب، وضحوا بالمال، ورفضوا المنصب العالمي غير آسفين، وتوغلوا أفواجا في فيافي الصحارى نابذين التنعم وملاذ الحياة الدنيوية، وتقربوا من الوحوش، واختاروا الحياة الشظفة وصوبوها، حتى عمروا القفار وقدسوها بابتهالاتهم وقتالهم المتواتر أي المستمر والدائم ضد الأرواح الشريرة، فصاروا مشهدا للملائكة والبشر، وبلغوا في قهر القوى المثيرة ومعاندة الطبيعة البشرية حدا يدعو إلى الإعجاب، حتى أن الأمم المسيحية الأخرى عند سماعها ما آلت إليه هذه الحركة المباركة تعجبت غاية التعجب، وأخذت تردد في دهشة: يا ترى ما هذه الهجرة التي نسمعها عن إخوتنا في الدين؟ يهربون من الوادي إلى الجبال مثل الأيائل الراكضة إلى ينابيع المياه العذبة. من هؤلاء الذين قد ابتعدوا هاربين وانطلقوا إلى البرية كأن لهم أجنحة مثل الحمامة؟ قد طاروا إلى هناك ليستريحوا وينتظروا من يخلصهم من صغر القلب. الفترة الأخيرة دي من يشير إلى مزمور 55 عدد 6: فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية. كل الحاجات دي تورينا أجدادنا كانوا إيه،
من أجل المسيح احتملوا كل شيء، من أجل المسيح احتملوا الجوع والعري والحياة الخشنة، وعاشوا وكأن ليس لهم أكفاد. ولكن أرجو أن يكون واضحا منذ البداية أن هذا الطريق طريق خاص، ليس طريق الجميع، ولكنها كانت فرصة لإظهار محبة هؤلاء لإلههم ومخلصهم. فاح عبير آباء البرية في أرجاء العالم، فاجتذب إلى مصر كل من أحس بالشوق نحو الحياة النسكية، فجاءوا إلى وادي النيل من البلاد والأقاليم خارج مصر، ووصلوا إلى الصحارى المصرية جماعات من أجناس مختلفة، بعضهم تتلمذ لعدة سنوات على أيدي النساك والرهبان المصريين، وبعضهم تنقل بين مختلف التجمعات الرهبانية زائرا ودارسا. ومن الناس اللي جم ووفدوا إلى مصر من الشخصيات الكبيرة فلاديوس اللي كتب كتاب بستان الرهبان. هذا الرجل وفد إلى مصر مرتين وأمضى سنوات كثيرة، حوالي 20 سنة، تنقل فيها في طول البلاد وعرضها، وزار تجمعات الرهبان وأديرتهم، وأخيرا كتب كتاب بستان الرهبان. هو اسمه The Paradise of the Holy Father. ومن الذين وفدوا إلى مصر أيضا بقصد التتلمذ على النساك يوحنا كسيان. يوحنا كسيان له فضل في نقل الرهبنة إلى أوروبا، وأسس ديرين قرب مرسيليا، واحد اسم دير على اسم القديس بطرس فيكتور، والدير الثاني للعذارى قرب مرسيليا في فرنسا. يوحنا كسيان هذا مع زميل له زار صحراء نتريا والإسقيط، المنطقة المعروفة باسم وادي النطرون حاليا والجزء الشمالي منها إلى حدود دمنهور تقريبا. زار نتريا والإسقيط وبعض التجمعات المسكية في الوجه البحري ومؤسسات وأديرة الأنبا باخوميوس في الصعيد الأعلى، وقضى نحو 10 سنوات متنقلا بين الآباء النساك مستمعا إليهم مدونا أقوالهم وخبراتهم، وكتب بعد ذلك كتابين سجل فيهما هذا الصراط والملاحظات، كتابين بين إيدينا حتى الآن. ومن الذين وافدوا إلى مصر قديس جيروم إيروني الذي كان متوحدا قرب بيت لحم، وكان قبل ذلك سكرتير الثقافي للبابا دماسوس اسقف روم، وبعد ذلك اعتزل الحياة وتوحد قرب بيت لحم. قديس جيروم يعتبر من أكثر العلماء الدارسين في الكتاب المقدس، وهو الذي ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية، وهي الترجمة المعروفة باسم الترجمة الشائعة أو ترجمة الفولكادة فالجيل. زار مصر سنة 385 ميلادية بصحبة راهبة رومانية تدعى فولا، وزار منطقة وادي النطرون، وقام بنقل ما عرفه عن أنظمة باخوميوس الدائرية إلى اللغة اللاتينية. كل الحاجات دي ساعدت على انتقال الرهبنة إلى الغرب. كما زار مصر وتجمعات النساك القديسين غريغوريوس العجيبي القرن الثالث، باسيليوس الكبير وشقيقه غريغوريوس اسقف نيزو، ويوحنا ذهبي سام بطريرك قسطنطينية، وأوسابيوس اسقف فرساي،
في القرن الرابع. هؤلاء وكثيرون 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 غيرهم زاروا هذه التجمعات الرهبانية لأنها كانت عبارة عن معاهد في الصحراء. فما الذي جذب هؤلاء وغيرهم لبراري مصر ونساء؟ إيه اللي جذبه؟ احنا ذكرنا يوحنا كسيان اللي جاء مصر وقعد حوالي 10 سنين بيتنقل بين كبار المستاك بياخد منهم، كان كالنحلة النشيطة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة تستنشق رحيقة. فيوحنا كسيان له كتاب اسمه المقابلات، اتكلم فيه عن مقابلاته مع الآباء الكبار العمالقة بتوع النصر، ووصفهم وسجل كلامهم. هنشوف دلوقتي هقرا لكم بعض كلمات مما كتبه يوحنا كسيان بعد لقائه مع أحد الآباء الكبار في البرية اسمه الأب موسى. يقول يوحنا كسيان: الراجل ده الأب موسى قعده معاه يومين، ففي آخر اليوم الأولاني هم مش قادرين يسيبوه وشددهم، قال لهم هنكمل بكرة، فهنشوف هو قال ايه في نهاية اليوم الاول. وبهذه الكلمات ختم قديسنا الشيخ حديثه معنا ولم يزد عليها رغم الحاحنا الشديد عليه والاتهامنا لاقواله باسماع، ثم اشار علينا بان نفترش نفس الحصير الذي كنا جالسين عليه حتى ننام قليلا لعلنا نجد في ذلك شيئا من الراحة، وأعطانا حزمة من البوص الهش لنضعه تحت رؤوسنا بدل الوسائد. وقد امتثلنا لنصيحة الشيخ، تمددنا لننام في سكون عميق ونحن مشدوهين في نشوة من ذلك اللقاء وفي شوق ورجاء للحديث الذي دعانا الذي وعدنا به في الغد. ونفس يوحنا كسيان له كتاب آخر اسمه المعاهد، بيصف في كل ما يتعلق بنساك البرية من جهة صلواتهم وأصوامهم وزيهم بيلبسوا كده ليه، يصف أسلوب النساك في الصلاة فيقول: رأيتهم في صلواتهم حينما ينتهون من تلاوة كل مزمور أنهم لا يستعجلون في السجود كواجب يراد الانتهاء منه كما يفعل الكثير منا الآن، بل رأيتهم على خلاف ذلك، فبعد أن يفرغوا من المزمور يقفون برهة يرفعون فيها صلاة قصيرة ثم ينحنون في خشوع ويسجدون إلى الأرض بوجوههم بورع كثير وتقوى شديدة، ثم ينتصبون بخفة ونشاط ويعودون إلى وقفتهم المنتصبة وأفكارهم كلها منحصرة في الصلاة. وينقل إلينا يوحنا كسيان أيضا في لقائه مع أب آخر اسمه الأب يوحنا وهو من كبار النساء، ينقل أحاسيسه عن جمال البرية، برية عن الصحراء، وحياة الحرية الروحية وهيام الله، وكيف أن محبة الله تنسيه حتى الطعام، فيقول:
ده الأب، ده الأب يوحنا اللي بيقول، والذي سجل هذا الحديث هو يوحنا كثيرا. يقول الأب يوحنا: إذا كان أي إنسان يصر بانطلاقة البرية وينسى كل تعامل مع الناس، فإني أعترف أنه بفضل الرب علي قد تمتعت بهذه الانطلاقة. وهكذا بعطية ربنا الرحيم أذكر أنني غالبا ما تمتعت بهذا الانجذاب الروحي، حتى أنني كنت أنسى أنني متسربل بهذا الجسد الضعيف، بل كنت أنسى كل الأفكار الخارجية، وكانت نفسي تنعزل عن كل الأمور المادية، حتى أن عيناي وأذناي كانت تتوقف عن عملها الطبيعي، وكانت روحي تنعم بالتأمل المقدس والأفكار الروحية، حتى أنني غالبا ما يأتي المساء وأنا لا أعلم إذا كنت قد تناولت شيئا من الطعام، ثم يأتي اليوم التالي وأنا غير متأكد إن كنت قد أكلت البارحة بعد الصيام أم لا. كنت أضع مؤونة 7 أيام من الخبز جانبا ابتداء من يوم السبت، حتى إذا ما انتهت المؤونة أعلم أن الأسبوع قد انتهى وحان يوم الأحد. لكن كنت أحيانا ألاحظ عدم تذكري للأكل عن طريق الخبزات الباقية. ده يورينا قد إيه الناس دول كانوا عايشين وكأن لا جسد لهم. وثقوا من هذا الكلام، الكلام اللي بيقوله المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الناس دول عاشوا على هذه وتغذوا من هذه المائدة الروحية، كل كلمة تخرج من فم الله. احنا في يوم زي يوم الجمعة الكبيرة احنا نحس بجوع ابدا. ليه؟ كل صلوات وكل تسبيح وكل ألحان، على خلاف كده اما الانسان يبقى قاعد في اي حتة ثانية. انا بكلم عن نفسنا يعني، يبتدي يحس بالجوع ووضع مختلف. فالناس دول ساعات ما بنقرا الناس كانوا بيصوموا بالاسبوع واكثر من اسبوع ويفوهم طيب، نستغرب. لا، الناس دول كان ليهم اكل ثاني. ولعلنا نتذكر كلام المسيح لتلاميذه: لي طعام اخر لستم تعرفونه. وهؤلاء القديسين كان لهم طعام اخر لسنا نعرفه، لاننا لا نحيا نفس حياته. قلت لكم قبل الان ان مبادئ الرهبنة ليست من صنع بشر، هي ليست من صنع اناس احبوا هذا الطريق وروضوا له، لكنها مبادئ الانجيل كما سوف نرى. صحيح ان احنا ما بتقابلناش كلمة راهب ورهبنة ودير واديرة في كتاب العهد الجديد، لكن هنشوف المبادئ بتاعة الرهبنة هي مبادئ إنجيلية. وأنا أقول لكم قبل أن أتكلم هذه النقطة أيضا، أن المبادئ المكلف بها الراهب هي المبادئ المكلف بها كل إنسان مسيحي، ولكن الفضيلة تصل إلى أكمل صورها في الرهبنة، باعتبار أن هؤلاء الناس متفرغون لهذه الحياة. إنما يعني لو حبينا نتكلم عن المبادئ الرهبنة العفة والتعفف، كل إنسان ويخطئ من يظن، حتى لو كان متزوج يخطئ من يظن أنه وهو متزوج غير مطالب بعفة الجسد. التجرد والاكتفاء هذه كلها فضائل. جميع المسيحيين
مطالبين بها بلا استثناء. نحن في حياة النساك والآباء الرهبان نرى الفضيلة متجسدة، وأنا عاوز أكلمكم عن نقطتين بس من مبادئ الرهبنة، وهي البتولية وحياة التجرد التي يسمونها الفقر الاختياري. إنسان يعني بيعيش فقير بإرادته. فمن جهة البتولية نقول إن السيد المسيح وهو مثلنا الأعلى في القداسة عاش بتولا وولد من بتول احتفظت ببتوليتها حتى نياحتها. وقد تكلم السيد المسيح كلاما صريحا عن البتولية مظهرا عظم سموها وقدسيتها. بعد أن تحدث السيد المسيح في إحدى المرات مع الفريسيين عن قدسية الزواج وعدم جواز الطلاق، قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم من استطاع أن يقبل فليقبل. وكون يقول بل الذين أعطي لهم، أن موضوع البتولية يصل إلى حد العطية والموهبة، ليس لكل إنسان. وفي رد المسيح له المجد على الصدوقيين الذين طرحوا عليه سؤال المرأة التي تزوجت بسبعة إخوة. الناس الصدوقيين دول ما كانوش يؤمنوا بالقيامة، قيامة من الأموات. وبعدين قالوا له: كان في امرأة تزوجت برجل والرجل ده مات دون أن ينجب نفسه، وحسب الشريعة بتاعت موسى أخوه يتجوزها لكي يقيم نسلا لأخيه. فثاني واحد ماشي ما أنجبش نفسه، والثالث اتجوزها ما أنجبش نفسه، لغاية السبع إخوة ما تجوزوها. وقالوا له: لمن في السماء ستكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للجميع. فقال لهم المسيح: في القيامة، يعني في الحياة الأخرى، لا يزوجون ولا يتزوجون. السماء عندنا ما هياش بالمفهوم المادي، السماء عندنا ليست بالمفهوم المادي كما عند البعض. في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. ومعنى الكلام ده أن عدم الزواج هو تشبه بحياة الملائكة في القيامة، لا يزوجون ولا يتزوجون، وهو تشبه بالحياة المقبلة في السماء. ويأتي يوحنا في سفر الرؤيا فيظهر لنا مكانة البتولية والبتوليين. وموضوع يوحنا وسفر الرؤيا له أهمية، لأن دي بيصف الحياة العتيدة أن تكون في السماء. في سفر الرؤيا إصحاح 14 من 1-5 يقول: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم سمة أبيه مكتوبا على جباههم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أبكار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب،
هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. والكلام في غاية الوضوح، ويظهر عظم امتياز البتولية والبتوليين، بيظهرهم أنهم ملازمين للمسيح باستمرار، يتبعون الخروف حيثما ذهب. وينفردون بترنيمة لم يستطع أحد لا أن يرددها، بل ولا حتى أن يتعلم. ولا أود أن أتكلم أكثر من هذا، إنما أشير فقط إلى ما قاله معلمنا القديس بولس الرسول، الذي يخصص فصلا كاملا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، يوضح فيها أهمية البتولية وأفضليتها. وكان كلامه هذا ردا على سؤال وجه إليه من هؤلاء الكورنثيين عن هذا الأمر. كلام ذا في الإصحاح السابع من الرسالة الأولى لكورنثوس، إصحاح بحاجة. وكان نتيجة ذلك أن صارت موجة شديدة من الحماس للبتولية في أجيال المسيحية الأولى. ده كورنثوس الأولى 7، بولس الرسول تدخل عشان ما يعملش انهيار في الأسر اللي متكونة، من كثر الإحساس بالرغبة في البتولية والتعفف عن الجسد وممارساته والتسامي لهذا الأمر. تدخل بولس الرسول بعد ما كتبوه، ولذلك في أول الإصحاح يقول: وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها. المتجوزين عاوزين يسيبوا بعض، قال لهم لا، ما ينفعش، أنتوا تنفصلوا عن بعض في مدة الأصوام، والكلام ده مكتوب بغاية الوضوح ولا يحتاج إلى تفسير. واحنا بنشوف تملي المقياس الذي لا يخطئ، حينما يزداد عدد البتوليين في الكنيسة في زمان ما، هذا يدل على ان المستوى الروحي ارتفع في هذه الفترة. اقول هذا وارجو الا يغيب عن اذهان اننا نقدس الزواج، والكنيسة تعتبره سر مقدس، وتشبه اتحاد الرجل بالمرأة في سر الزواج باتحاد المسيح بالكنيسة. لكن دي سكة ودي سكة. قال له: إن أردت أن تكون كاملا، الإنسان اللي عنده استعداد لها. ليس معنى كلامي هذا أننا نقلل من شأن الزواج، كان نتيجة ذلك أن صارت موجة شديدة من الحماس للبتولية في أجيال المسيحية الأولى، وامتدحها، امتدح البتولية كبار آباء الكنيسة ومعلميها كفضيلة مقدسة سامية. علم أوريجينوس العاشر في القرن الثاني والثالث يقول عن البتولية: التقدمة المقدسة التي تسر الله، لقد سمح الله لنا بالزواج لأننا لسنا جميعا أكفاء للحالة الأسمى، ألا وهي حياة البتولية الكاملة. ويقول القديس إمبروسيوس ومعلم أوسطينوس عن البتولية: ليست البتولية مستحقة المديح من حيث أنها توجد في الشهداء، بل لأنها هي نفسها تصنع الشهداء. ومن يستطيع أن يفهم بفهمه البشري ذاك الذي لا تحويه الطبيعة في قوانينها، أو من يقدر أن يشرح في أسلوب مألوف ذاك الذي هو فوق مستوى الطبيعة، لقد استحضرت البتولية من السماء ما يمكنها من أن تحاكيه على الأرض.
لأن البشرية دي صفة السمائيين يكونون كملائكة الله. ده يعني حاجة صغيرة ونحن نتكلم عن البتولية. أما النقطة الثانية كمبدأ من مبادئ الرهبنة، التجرد أو الفقر الاختياري، فنقول المسيح ما تفكروش الكلام ده زي ما قلت أنه حكاية الفقر والحاجات دي تجرد خاصة بالرهبان. ده الكنيسة في ختام فصل الكاثوليكون في كل قداس تقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته تزول، وأما الذي يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد للناس كلهم وليس لفئة معينة. لقد حذر السيد المسيح من المال وسلطانه ومحبته، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. دي ما في شك ان فيها دلالات على دعوة المسيح لحياة التجرد. والقديس بولس لم يكتفي بوصف المال انه اصل لكل الشرور، بل انه طلب من المؤمنين ان يهربوا من محبة المال، وقال لاننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، مجرد قوت ومجرد كسوة، حاجة تقوتنا وحاجة تكسونا. كلام ده في مساوس الأولى 6-7. والآباء النساك لهم فلسفة خاصة في موضوع التجرد، إذ هم يبدأون بالتجرد من المقتنيات ليصلوا إلى التجرد من الشهوات أيا كانت هذه الشهوات. ننتقل من كلام عن آباء الرهبنة والنسل. نتكلم عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه؟ الكنيسة القبطية من جهة آباء النسل، لكن يكفي أن نشير مجرد إشارة إلى بعض أعمدة النسك والرهبنة ومؤسسيها في جهات مصر المختلفة. عندنا أنطونيوس، عندنا مقاريوس، عندنا بخوميوس، عندنا شنودة، ولكني أكلمكم في نقاط قليلة عن اثنين من هؤلاء الآباء. القديس الأنبا أنطونيوس عاش 105 سنة، من سنة 251 ل 356. يعتبر أب الرهبان في العالم، ليس لأنه أول من اقتحم الصحراء، ولكنه لأنه أول من جمع تلاميذ حوله. رجل إبطي عادي من إحدى قرى الصعيد اسمها كمن العروس في إقليم بني سويف، انتهى الأمر به، توغل في الصحراء حتى وصل إلى مقربة من البحر الأحمر، واستقر هناك في المكان الذي يقوم فيه الدير الذي يحمل اسمه الآن، دير الأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس ما كتبش كتاب ضخم، ما كتبش حاجة، لكنه قدم ذاته
مثلا رائعا في جيبي. عملت حاجة أكثر من كده؟ كان ينظر إليه معاصروه في دهشة لصلابته وجهاده وهدوءه. واحد عاش مع ربنا بس. في ناس تتلمذوا عليه وهو عايش في الجسد، وفي ناس تتلمذوا على تلاميذه، وفي ناس تتلمذوا على تلاميذ تلاميذ تلاميذه، ونحن تتلمذنا على الأحفاد الصغار لتلاميذ تلاميذ تلاميذ أنطونيوس. كل هذا الحساب وكل هذا المجد يضاف لحساب أنطونيوس في السماء، أنه كان سبب بركة ليس لي فقط ولكن بركة لكثيرين حتى الآن. كل اللي عمله أنطونيوس أنه حسب نفسه من يكون عرف ربنا، أخذ الحياة مع المسيح مأخذ الجد. احنا عمالين نسمع عبار في كل يوم، نقرأ كتب والمعرفة زادت. لكن زي ما احنا كلنا بنعرف قصة هذا الرجل ما كانتش اكثر من طاعة المسيح، اطاع الوصية، اذهب وبيع كل مالك، فراح ونفذ الوصية تنفيذا حرفيا. يكفي أن نقول أن الكتاب الذي كتبه عنه البابا أثناسيوس الرسول بطريرك الإسكندرية، وكان قد تتلمذ عليه بعض الوقت، يكفي أنه الكتاب اللي كتب في سيرة أنطونيوس في منفاة بمدينة ستريف على الحدود بين فرنسا وبلجيكا في الفترة بين سنتي 336 و338، هذه السيرة وحدها أشعلت الرغبة النسكية في بلاد أوروبا، وكانت سببا في توبة كثيرين من العصاة العتاة، ومن بين الذين افتقدتهم نعمة الله بسبب سيرة أنطونيوس كان القديس أغسطين، الذي بعد أن قرأ سيرة أنطونيوس عكف على ذاته وتاب توبة النصوح بعد أن كان له عشيقات وخليلات، وكان لأغسطينوس ابنا غير شرعي. دي كلها بركات هذه السيرة التي كتبها قديس عن قديس، كتبها أثناسيوس عن أنطونيوس. وإذا كان الأنبا أنطونيوس هو أول من جمع تلاميذ حوله، فإن الأنبا بخوميوس هو أول من بنى دائرا في العالم كله بمفهوم الدير الحالي الذي يحيط به سور ضخم عالي. أول من جمع الرهبان داخل دير وداخل أسوار ووضع لهم نظاما واحدا يخضع الجميع له ويعيشوا جميعا في حياة مشتركة، يصلوا مع بعض، يأكلوا مع بعض، يشتغلوا مع بعض، يناموا مع بعض. ولذلك دعي الأنبا بخوميوس باسم أب الشركة الرهبانية. وللأسف فإن هذا القائد العظيم العملاق مات وعنده 57 سنة، عاش من 290 ل 348، 57 سنة، لأن جاء في الوقت ده وباء الطاعون، وأبى إلا أن يخدم أولاده الرهبان المرضى بنفسه، ولكنه أصيب بهذا المرض في النهاية وأودى بحياته. احنا بنقول إن الرهبنة انتقلت من مصر إلى بلاد العالم الخارجي
أما الرهبنة انتقلت إلى أوروبا، انتقلت بمبادئ الشركة التي أسسها الأنباء البخاري. قد ايه الرهبان اللي عاشوا، قد ايه الأديرة اللي اتبنت، محدش يقدر يخفي هذا ابدا. اما الرهبان فكانوا بعشرات الالوف ومئات الالوف، وكانت الأديرة بالعشرات وبالمئات ايضا. الرهبنة في مصر بدأت وصلت وبلغت أوج عظمتها في القرنين الرابع والخامس الميلاديين، لكنها بدأت تضعف تدريجيا نوعا وكما بسبب الاضطرابات التي حلت بالبلاد المصرية نتيجة الخلافات العقيدية المذهبية ومحاولة سيطرة الأباطرة البيزنطيين الذين اختلفوا عن معتقد الكنيسة القبطية وحاولوا إخضاعها بالقوة لمعتقدهم. كان في تجمعات كبيرة جدا ابتداء من أسوان لغاية اسكندرية وغرب اسكندرية وشرق اسكندرية. المؤسسات بتاعت الأنبا بخوميس وأديرته في الصعيد الأعلى، وكانت هناك تجمعات في مصر الوسطى، وأشهر التجمعات قرب أسيوط، الأشمونين، أنصنة اللي هي ملوي، أكسرينكوس اللي هي البهنسة جنب بني مزار، إقليم الفيوم اللي كان يسمى أرض تنوين. الإقليم ده لغاية القرن الثامن كان فيه 35 دير في الفيوم، كما كانت بابلون اللي هي مصر القديمة غاصة بصوامع النساء، وجزء من المنطقة دي هي المعروفة حاليا باسم الأراقة، الأراقة اللي فيها مداخن إخواننا المسلمين. وكلمة الأرافة كلمة إبتي متحرفة جراف، لأن كانت مليئة بصوامع الرهبان اللي بينسخوا الكتب المكتوب. لغاية دلوقتي في سن التحبير اللي بتعمله المهندسين اسمه جرافيتي.